إذا الإخوان الصداقة ديال اليوم أنتم غتشوفوها، تخيلوا معايا محسن صيفط لينا بمبلغ 20 مليون سنتيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، غنصيفطوا ثلاثة الكاميوات هما الأولين، عاد غنبداو نتحاسبوا إن شاء الله باش ريتما ما يوصلوا الكاميوات لنص الطريق تتلقانا حنا كملنا الحساب مع هاد الناس هادو باش نلحقوا عليهم باش ندخلوا في دقة واحدة للدوار. الشاحنة الأولى رقم 2 رقم 3 ثلاث شاحنات في سبيل الله. أربعين ألف وثلاثمية وأربعة وخمسين درهم. أربعين ألف وثلاثمية وأربعة وخمسين درهم. أنت جمعية. الله يرضى عليك. بسم الله. أنا غنسيني لك واحد الشيك شتيه. هاك هذا شيك من جمعية ديال أفتاس. شحال فيه ديال الفلوس سم؟ شحال داك العدد أخويا؟ هذا 100 ألف درهم. 100 ألف درهم. 100 ألف درهم. 10 المليون. 10 المليون. 10 المليون. جمعية أفتاس كتسلمها للجمعية ديالكم. من أجل ماذا؟ مسجد الأمندار. مسجد أمندار. أمندار. سلم هذا الأخ الله يكرمك. وشحال كيتسال فيها دابا؟ 40000 و354 درهم. 40000؟ باقي غتخصكم السلعة. باقي باقي. يعني غنخليو الفلوس عند الحاج إن شاء الله باش وقت ما بغيتو السلعة ما تبقاوش تتصلوا بيا أنايا. غتجي ديريك عند الحاج وتهز عنده. وخذ البون. وخذ البون عنده. صافي؟ والله العظيم الا هادشي كيفرح بزاف، ما ساهلاش هاد المبلغ يصيفطها لك واحد الانسان ما كتعرفوش ويتيقفك. حتى حنا ان شاء الله نطلب الله عز وجل نكونوا في المستوى ولا يحشمنا معاه. غنديكم غتشوفوا هاد السلعه فين غاده، وغتشوفوا هاد الدوار شحال فيه ديال الساكنه، واش فعلا كيستحق ولا ما كيستحقش. 3 سنين باش جيت عندهم طلبوا مني واحد الطلب اللي هو جامد. كلشي ناضي دابا صافي، دابا خاصنا نطلعوا ان شاء الله. وحنا غاديين بالسلعه فهاد لابيس كنتصادفوا مع النقل المدرسي اللي توقف حيت فرقعات لينا بنوه في الطريق وحبس الكاميو الطريق لمده نص ساعه. والتقينا بفاطمه اللي عندها واحد الطلب وكتمنى انه يوصل للمسؤولين. السلام عليكم، معكم فاطمه اطنجي تلميذه كنقرا في الثانيه اعدادي من الثانيه جوج. انا كنهضر على الطريق تاع اغبار، طريق صعيبه، كنتمنى يدوز طريق للدوار وتكون زوينه، وكنتمنى تقدم المسجد اولا. وثاني حاجه كنتمنى نكمل قرايتي. خويا شوف صور الناس، حاول توثق لهم وقف تما وشوف هاد الواد هذا خاصهم قنطره، خاصهم طريق. المهم حنا جهدنا غنديروه بالتوفيق من الله عز وجل. حتى كتشوف انا شاد الجو برو، انا ديماريتها باش نحاول نحط المتتبعين فيديو في المستوى ويعيشوا معايا هاد اللحظه، يعيشوا معايا السعاده، يعيشوا معايا المعاناه، ويعيشوا معايا الفرح. هنيئا لنا ولكم باحسن محتوى مع احسن قافله. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ترانزيت فشلات الاخوان ولا راجع دابا باللور باش يديماري مزيان. ورق الاخوان ورق. شتي كيوقع ليه؟ ها هو عاوتاني راجع اللور لانه
يا ربي سهل يا ربي سهل. راه هادي لي الكالة من الاخوان كما كتشوف الترونزيت دابا كان طالع في هاد العقبة ولكن فشلات. الله 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 سير 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 ناري على ريحة الاخوان. سير ورك ورك يا ربي السلام. سلك سير 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 عمر 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 على الاخر توا ورك مزيان ورك راهو كيدير الكالة الاخر الاخوان. يعني راه معاناة باش توصل هاد السلعة الاخوان لهاد الناس هادو مساكن معاناة. الغبرة 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 راه الاخر تاهو واحد دليل عندك عندك دير لي كالة خاصني نرجع عاوتاني زين تحت. اش كاين هادشي خاوي خطير خطير هادشي والله والله الصراحة هادشي ما شاء الله الناس هادو كيدوزو هاد الطريق هادي الله يحسن عوانهم والله. انا اول مرة كندوز مع الطريق وجاتني صعيبة خلي الناس كيدوزوها يوميا. عمر مزيان خاصو يعمر مزيان هو واحد اما واحد الاخوان الكاميوات بجوج كلهم وحلوا الاخوان كاميوات بجوجهم واحد هكذا هنا راه كاله ليه راه الكالات شوف كاميو غادي واحد كيدير لي الكلام من الله راه شو الوضع الاخوان كاميو غادي والكاله تبع غيوقف هذاك دري هز الكاله يحط عليه هاوش لا سير يا الاخوان جمال ديال بصح خويا غنطلع معاكم الله يجازيكم بخير انا غنركب هنا خوت صافي عيت حاولت نصور لكم هذا الفيديو هذا المعاناة باش نوصلوا هاد السلعه الناس خاصهم الطريق الناس خاصهم الطريق هذه من بين الاولويات كنتمنى هاد الصوت ديالهم يوصل للضمائر الحياه تعطاهم اهميه الناس ساكنوا الغبطه مخاوفين سمحوا لينا بزاف بزاف الله يرحمكم الوالدين على سلامتكم. الجامعة اش غتسميو؟ الجامعة المحسنين. وانت راه بزاف الله يجزيك بخير الجامعة هذا راه باش ما قلتوا لينا نسميو. اخويا انا كتجيوني عايشين فواحد في شي دولة اخرى الدوار اصلا الطريقة باش نبني انا جاني بحال اليابان. كنشكركم بزاف بزاف راه فرحنا بكم الله يرحمكم الوالدين. العيالات ديال الدوار شنو هما واقفين ما هو باش يفرحوا بينا مساكن الناس كتخوف. مرحبا اكرمك الله خويا بهذا كلشي مزيان بعد هو صبر لا ما دام اريد زايد البعد اريد زايد وفهمت ان شاء الله قد ما كانوا الصعوبات قد ما كان الاجر كثير الاجر كثير اكرمك الله الله يحفظك جزاكم الله خيرا. ياك كلشي بخير المهم ها السلات نتم زيدات واش كان هاكي زيد بالخير خويا تصلب يا يا واش غتصليو واش غتصليو ولا صليتو دعيو مع المحسنين شحال قلت لكم ديك النار كاينه من مليون 20 ها 20 الا داخل خير يا ابني. اذا الاخوان
دابا حاليا راه كما سمعتوا راه هو الحديد كيتحطم السيما كتحط لتحت حيت الى شاد الناس كيفاش دابا ياك شاد المعاناه كامله توصلنا السلعه باقا معاناه اخرى ديال الترونسبور راه باقي دابا شي هادشي السوسيال فري ديال الترونسبور الاخوان باقي غنزيدوا عليها فلوس اخرى باش نوصلوها للجامع ما تيقتونيش ياك غدا غتشوفوا اشنو غيتزاد على هاد الترونسبور هذا باش يوصل حتى لحدا الجامع حتى غدا ان شاء الله باش نوريهم كيفاش غتهزوا السلعه للبلاصه فين ناويين تبنيو الجامع عيشوا معنا الاحداث الاخوان وشوفوا الناس كيفاش كتعيش وسط المعاناه وسط الصعوبات وكيخلقوا السعاده والافراح والابتسامه في حياتنا اكرمكم الله سيدي جزاكم الله خيرا تخيل معايا دابا تخرجت السيما والله ما تفرحك وهاد الناس راه فرحتهم وماشي ليه الله سيدي لنبيك الله الله يجازيكم بخير الله جميل هذا الاخوان من بعد ما زينا السلعه في الكاميوات دابا غنهزوها فوقاش المهم صباح الخير الاخوان هذا راه يوم جديد الناس ديال الدوار كيديروا الترتيبات لانهم دابا ان شاء الله تجمعوا هنا باش يهزوا السلعه يديوها كامل للجامع نساء رجال اطفال هادشي اللي كتشوف دابا هادشي اللي بان ليه واخيرا الخوت السلعه وصلت للدوار ولكن ما وصلتش للبلاصه فين ناويين نبنيو المسجد داكشي اللي كنشوفو العيالات ديال الدوار جايبين القنانب وغيهزوا ليها جور على دارهم فعلا الخوت هاد النساء كيستحقوا التكريم كيستحقوا الاهتمام كيستحقوا تغطيه اعلاميه وكيبقاو فيها بزاف لان خاصهم طريق خاصهم سبيطار خاصهم محاربه الاميه خاصهم تغطيه اعلاميه وكنتسائل على بعض الجمعيات اللي كيدعيو دفاعهم على حقوق المراه او على القضيه الامازيغيه اين انتم من مطالب هؤلاء النساء واش نشوفوا واش نقد انا نهز هذه ياجور ولا ما كاينش هذه جوج ياجورات ما ثلاثه راه ما نقدش عليهم انا واش تا انا غنهز معاكم ها غنضامن معاهم والله تتقين هادشي بالله ها شوف ها اللي باغي يدافع على حقوق المراه يجي هنا اللي باغي يدافع على الامازيغ يجي هنا اما قضيه اللغه وقضيه الترسيم وكيتصرفوا ميزانيات العيالات هنا بغاو سبيطار بغاو طريق بغاو مسجد بغاو مدرسه بغاو محاربه الاميه بغاو يتعلموا الخياطه ياك ولا لا ها هو سول ها هو سولهم عمر يجي يمشي شي دوار قالوا لي يا خويا بغيناك ترسم لينا اللغه ولا بغينا نقراوها في المدارس ما كاينش هادشي ما عرفتش انا علاش الواقع كيف طلبات وفي التلفازه كنشوفوا طلبات اخرين صافي نديماريو يلا على بركه الله وهذا الدوار اسمه دوار مندار من بين الدواوير أكثر تضررا نظرا لبعده عن حضارة يعيش فيه ما يزيد 130 أسرة ولا يصل إليه الإنسان إلا بعد مشقة في الطريق ويعيش فيه أغلب الناس الهشاشة والفقر وبالإضافة إلى عدم وجود شبكة الاتصال والسئم ومن معه يتحدى كل الصعوبات لأجل أن يصل إلينا
وها هو قد وصل وجزاه الله عنا خير الجزاء. أكرمك الله. الاخوان كما تشاهدون ما شاء الله الله يبارك، شوفوا تبارك الله الخوت، ناس كلشي خدام والله عمالتين بلا جميل، ناس كلشي خدامه. الله يحفظك اودا الخوت، الله يحفظكم بصحتكم. شوف 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 كلشي خدام، شوف شوف الله يبارك فيك يا اخي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هاد اللقطه الاخوان فعلا تقشعر لها الأبدان. هادو هما اللبؤات الأطلس الحقيقيين، هذه هي مثال للمرأة المغربية الصبورة اللي كتصبر مع رجلها في السراء والضراء وتكبر وليداتها ومبادرة للخير بدون شروط ومزايدات. هذه رسالة الفيمينيست، والله العظيم اللي كنتحداكم وكنتحدى أيضا بعض الرجال أنهم يجيو يهزوا ياجورة واحدة اللي الوزن ديالها 15 كيلو ويطلعوا في هذه العقبة ويحطوها على ظهرهم الرطب، وديك الساعة نقدر نقول لهم تكلموا على النسوية وعلى المساواة مع الرجل. المشهد الإخوان كما بورشني أنا غيبورشكم تنتوما 100%، ناس ما عندهاش ولكن أيضا ساهمت في مسجد المحسنين بالعناء وبالتعب، وتقبل الله منا ومنهم. وأوجه ندائي إلى جميع المتتبعين، بغينا إن شاء الله نكملوا هذا المسجد ونفرحوا هذه الأمة وتكتب لنا صدقة جارية من جديد. بادروا للمساهمة، جزاكم الله خيرا. قيامي الله يرحم والديك، الله يرزقكم بخير. راه فرحاني لواحد الفرع راه ما كتسولش، الله يرحم بيه الوالدين، الله يرزقهم بخير. شنو تقول المحسنين اللي تعاونوا معاكم؟ المحسنين كنشكرهم، كنشكرو حتى نتوما، وكنشكر جنود الخفا، وكنشكر أي واحد داير يدو في هذا البيت الله هادي، الله يجزيه بخير. وهاد العيالات مساكن باش كيحسوا؟ هاد العيالات راه الفرحة ديالهم أنا اللي عاشت بها، أنا اللي عاشرهم في هاد البلاد هادي، والرجال نيت. الله يرحم والديك. بالنسبة لي أنا غادي نعطيك التفاصيل ديال هاد الناس كاملين، الرجال والعيالات. راه واحد الفرح راه مع النبي الله، يعني فرحانين ببيت الله، وفرحانين ببيت الله، وفرحانين بشي حاجه كيعجبهم. المهم الفرحه الله يرحم بها الوالدين، الحمد لله. اسمو الحلم ديالنا راه تحقق، اللهم لك الحمد. داكشي باش كنا كنحلموا واحد المده 4 سنين ولا 5 سنين راه تحقق اليوم، الحمد لله الحمد لله. كنشكركم واحد الشكر، واحد الشكر الله هو اللي غادي يخلص. بان لي العيالات مساكن جايين هازين ليا جور، ما كاين لا بروتوكول لا والو. ايوا انت العيال يعني انا اللي حاس بهم. شو ساكن غير دوك اليامات ملي قبل ما جيتي، غير الهضره اللي كتسمع اللي كيقولوا راه انا والله الا كندمع دابا انا راه كنحس بواحد الاحساس راه الحمد لله. ديال الاخوان حنا وصلنا دابا للجامع، ها هو الجامع، وهذا الجامع. هادشي خطير، هادشي يا الاخوان. وي 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 وي. دابا السلعه فين غتحطوها؟ السلعه شي حاجه غتحط هنا، شي حاجه غتحط ليه. على حساب الضيق. تبارك الله ما شاء الله. يعني حتى هنا غيتبنى. اي الله يرحم والديك. حتى هنا غيطلع باش يتقاد مع هنا. باش يتقاد مع هنا. باش تولي مقصوره وحده. اي مقصوره وحده. مقصوره وحده. عاد ساعتين البودرات. هكا. الفوق الدار الفوقانيه. تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك. الله يرحم والديك. ان شاء الله دابا باغي ان شاء الله ندوي معكم كاملين. حيت عندي واحد المفاجاه اخرى ان شاء الله. اي الله يرحم. صافي. واخا غادي. يحطوا السلعه كاملين ان شاء الله وغندوي.
أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء، أصالة عن نفسي ونيابة عن جمعية وسكان ذوار أمندار، أود أن أشكر أخينا وصديقنا أمين الذي وقف عند وعده ووفى بكلمته وجاد بوقته رغم كل الصعوبات. فدعواتنا من القلب الخالص، حيث التزم بما عهد إلينا ووعدنا بالزيارة لهذا المكان، وها هو وفى بعهده ووعده. وأود كذلك أن أشكر جميع المحسنين الذين ساهموا في هذا العمل الطيب المبارك، فهذا العمل يعد من أفضل الأعمال عند الله تعالى. أنتم أبطال، أنتم أبطال، والله أنتم أبطال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حقكم: خير الناس أنفعهم للناس. هذا هو البطل، لأننا نستعمل هذه الكلمة في غير موضعها. يعني كلمة أبطال، أبطال هم الذين قال لهم الله في حقهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضى عنه دينا، أو تطرد جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من اعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة. وأزف إليكم بشرى عظيمة أيها المحسنون، وهي أن الله عز وجل يحبكم، قال تعالى: والله يحب المحسنين. وختاما نشكركم مرة أخرى أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وفي عملكم، وتقبل الله منكم صالح الأعمال. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله سببا لغفران ذنوبكم وتيسير أموركم وشفاء لأمراضكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم من كل سوء، من كل سوء، وأن يحفظكم من كل مكروه، وأن يحفظكم في السفر في الحضر ذهابا وإيابا. اللهم اجعل التسارع في التصدق بين المحسنين. بناء بيت الله من بعد ما درنا الفيديو، كما قلت لكم محسن جزاه الله خيرا عطى 20 مليون ديال السنتيم، وريتكم التوصيل ديالها ياك. كاين واحد المحسن اخر صور لي التصويره ديالو على ما اظن نعس في واش كلينيك والسبيطار، مهم باين بانه مريض نعس. الله يجيب لي الشفاء، قولوا الله يشافي. نعس في السرير كيبان بحال داير السيروم ولا المهم مريض، مع شكون اللي صوره وصيفطوا لي واحد الريسي فيه 10 المليون سنتيم لبناء مسجد، هو طاريح الفراش، طلب الله عز وجل اللي شافيه ويجعل المرض ديالو مغفره للذنوب. نسأل الله تعالى أن يشفيه، نسأل الله تعالى أن يشفيه، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المرض غفرانا لذنوبه يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعل أمواله في ميزان حسناته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيح: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى، يعني ولو كمحفص، يعني عش الطير، بنى الله له بيتا في الجنة. اللي ساهم ولو بشي حاجة قليلة، يعني بياجورة، راه ياجورة أكبر من العش ديال الطير، ياجورة 4 دراهم ياك 5 دراهم. اللي ساهم بياجورة وابتغى وجه الله عز وجل في العمل ديالو، يعني الإخلاص، داكشي يعني هنا أنا ما نقدرش نتدخل في الإنسان، يعني أنت اللي خاصك تشوف النية ديالك شناهي في ديك المساهمة، وابتغى بها وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. يعني كنتمنى ان شاء الله الله يتقبل من الجميع. المهم ها 30 مليون الحمد لله حاضره لبيوت الله عز وجل. كما يعلم الجميع احنا عندنا عده طلبات، ولكن عزيز علينا احنا كل طلب نحاولوا اننا نقادوه وندوزوا لطلب اخر. المحسن ايضا اللي عطانا 20 مليون قال لي: يا ودي الا خصتهم شي حاجه عاود اتصل بيا. احنا الحمد لله دابا الحاجه اللي غنقول لكم هو هذا الجامع
راه تنبنوا ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. باذن الله عز وجل. ماديا غنتعاونوا فيه ان شاء الله. دابا اللي كاين هو انتم حتى انتم ان شاء الله غتوقفوا على هذا الجامع باش يتبنى كما ينبغي. الله يسخر الله ييسر الامور. قال الاخوان الدوار هذا ان شاء الله نحاولوا نديروا معهم شي باديره. مازال ما عرفتهاش تنريحوا مع الناس. المهم نكملوا الجامع ويكون خير. صافي بقيه. تحياتي الاخوان كنتمنى ان شاء الله اللي وصلوا هذا الفيديو يدير ليه جيم يبارطاجيه الدال على خير كفاعليه. القافله مستمره باذن الله عز وجل ثم الدعم ديالكم انتم. كما كنقول لكم سابقا في حاله يعني وقع مشكل او لا جا شي قانون وحبس هذا الخير هذا حنا راه غنحبسوا حنا ما بيديناش. حنا دابا كنديروا السبب والتوفيق من الله. صافي هادشي اللي كاين. الشباب شكروا الله دابا خدمه. الله يعاونكم بالبركه. الله يعطيكم الصحه. الله يعطيكم برضا الوالدين ورضا القران العظيم. يجعل فيكم البركه. خير الناس من ينفع الناس. سيد الرجال خادمهم. لا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها ماشي احنا. من بعد شهرين ديال الاشغال كتبان لنا الحمد لله الضاله تلاحت. الشراجم تبناو. البلاصه اللي كنا واقفين فيها مهدمه بدات كتبان على اساس ولات مقصوره. تبنات فيها القبه. يعني هذا مسجد المحسنين اخواني الكرام في طور الانجاز ولا زال يحتاج الدعم ديالكم والمساهمات ديالكم. لذلك اقول لكم بادروا للخير جزاكم الله خيرا من اجل اسعاد الامه وترك صدقه جاريه بعد مماتنا. مازال الجامع مخصوص. مازال راه باقي المرطوب لداخل. باقي التريزيان. باقي الفورما ديال تحت ولا موزيك وجليج. خصنا سيدي 4 طوان الكياس ديال السطح. وخصنا 40 خنشة السيما ديال 45. خصنا 300 متر ديال موزيك. خصنا طن ديال الموزيك الرقيق. خصنا 12 متر ديال الرملة. عدد ديال الموزيك ديال السطح. الزليج ديال الأرض 200 متر. الزليج ديال تحت 200 متر. 60 باكيتا ديال الزليج. 40 خمسة السيما. غنمشيو عند الكباس. 60 خمسة ديال القبس ديال 40. عندنا 20 كيلو ديال الفلاص. 5 كيلو ديال الصابون البلدي. هادشي اللي كاين. وخصنا مازال البيبان والشراجم والصباغه.